السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سان in the house, ونكمل المسيرة. فمن انت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس. ladies and gentlemen, نكمل Silent Hill 2. وقبل ما نبدأ أبغى أشكر المتابعين اللي وضحوا لي بعض الأساسيات اللي أنا ما كنت فاهمهم صراحة من اللعبة. وطالما أنها تعتمد على كثير رمزيات, أعتقد في لغة معينة للعبة Silent Hill لقراءة العالم اللي احنا موجودين فيه, اللي أغلب اللي لعبوا Silent Hill ولعبوا الأول أو الثالث فهم عارفين شغلات في اللعبة هي ما هي واضحة بالنسبة لي. فالشيء الوحيد اللي متاح ان انا اقرأ اللي موجود امامي. خليني اقرأ تعليق احمد احد داعمين القناة ونقرأ الكلام اللي كتب لي هو. Well hello my friend, I gotta tell you man, if you don't understand the goddamn game. لا احمد اتخيل لو احمد اتصل علي قال Listen to me Mr. Sal, I don't think you understand the goddamn game if you don't. احمد هاي الدون احمد اكبر داعمين القناة. احمد يقول لي يا فهد, لحسة المخ والغموض جزء من التجربة, وانك تتساءل وتحس انك ضايع وما انت عارف ايش قاعد يصير وتدوخ وتلعب براسك, هذا جزء من التجربة. فالحمد لله انا كنت حاسس ان انا غريب لحالي ومدري وحيستلم ام المتابعين, لكن طلعت جزء من التجربة. الغرابة بالعالم والصوتيات والمرئيات وكيف تحسسك غارق باعماق الجحيم. أوكي. لا تحرق على نفسك, وتحليلاتك مع أنجلا وأبوها ضبطتها صح على لما حللت شكل الوحش. طيب حلو, معناها أبوها كان عنيف, اعتدى عليها اعتداء جنسي وسوالها هذه المشاكل, فهي اللي قتلت أبوها زي ما حللنا وشفنا السكين وفي يدها والدم وهكذا يعني. وحتى الرأس الهرمي برضو تحليلاتك مضبوطة. ما أعرف إيش يقصد, أعتقد يقصد مكان لما جينا قرينا اللعنات حق القتلة أو أي شيء زي كده I think. بعدين هنا لفت نظري يقول لي بس في معلومة إضافية تعرفها, إنه مدينة سايلنت هيل كانت فيها طائفة تمارس بعض الطقوس الشيطانية, وهذا تكلموا عنه بالجزء الأول والثالث أكثر. هنا في تلميحات بالثاني اللي هو قصده الريميك, زي لما دخلت منطقة المتحف قبل السجن وشفت اللوحات المعلقة. هنا عرفنا عن الطقوس الشيطانية, أنا ما أعرف ليش ربطتها بالمسيحية بس لأني شفت صليب فأعتقد إنه في تدخل ب الديانة المسيحية. فمدينة سايلنت هيل ملعونة, وكل اللي يصير مع جيمس ما هي تخيلات وأوهام بل تجسيد حقيقي شيطاني في هذه المدينة المرعبة والغريبة. نعم, هذه المعلومة اللي حطها أحمد ما في شيء كان يوحي لي أنه تجسيد شيطاني أبدا إلى الآن, لأنه كلمة تجسيد شيطاني المفروض يبان, يعني هذا جزء من الثيم, فأنا ما شفت أي حاجة زي هنا. الثيم اللي لاحظته أنه اشتبهوا في وحدة أنها تمارس السحر وأبعدوها من المدينة, فواضح أنه في ثيم أنه السحر والشعوذات ودي الأشياء أبعدوا عنها. هذا واضح لي, يعني أنا ممكن أراجع الرسائل بعدين. بل تجسيد حقيقي شيطاني في هذه المدينة المرعبة والغريبة, وما شاء الله تراك على شخص أول مرة يخوض التجربة وتوصلت لاستنتاجات مثل كذا, يعتبر شيء خرافي. قصة اللعبة ثقيلة ولها عمق وأبعاد عديدة جدا. نعم, كثير تعليقات وكثير أشياء, يعني إبراهيم هنا يوضح ويقول الشخصيات في سايلنت هيل لهم قصص مختلفة, أنت مجرد عرفت قصة أنجلا والوحش يمثل أبوها لأنه كان يعتدي عليها وواضح هذا الشيء من شكله. أنا لاني لخبط في الحلقة اللي راحت وحسبت أنه كيف دخلوا الاثنين مع بعض طالما أنه كل واحد قاعد يعيش قصته, فكيف دخل جيمس ولا أنجلا, فاللي أنا فهمته أنه دخلوا الاثنين مع بعض, أو كيف هو اعترض قصتها I don't know, يمكن خطوط السيناريو كذا, فأنه هو بيدور على مرته فدخل في خط أنجلا. والوحوش اللي تطلع لك في عالمك لها علاقة في جيمس وتمثل شيء بالنسبة له, معناها كل الوحوش زي ما تنبأنا أنه شيء له علاقة في جيم. إذا تلاحظ الوحوش عبارة عن شخص مقيد, والثاني عبارة عن رجلين بنت متلاصقة, والثالث الممرضات, والوحش الرئيسي رأس الهرم اللي قتل ماريا. أوه أحمد كان قصدك, أوكي فهمتك أحمد, أنت كان قصدك لما حللت حتى رأس الهرمي برضو تحليلاتك مضبوطة. رأس الهرم اللي قلنا اللي المفروض ينفذ الحكم, أعتقد يقصد هذا أحمد أو ممكن أنا فهمه غلط. البين برجلان البين متلاصق, والثالث والممرضات, والوحش الرئيسي رأس الهرم اللي قتل ماريا في الحلقة السابقة. لو تربطهم مع بعض راح تفهم القصة. تذكر إن زوجته كانت مريضة, نعرف إنه فعلا كانت أحد المرضى من لورا وفي المستشفى قبل ما تتوفى من 3 سنوات. ارجع اقرأ رسالة زوجته. أوكي طيب, أول شيء حنسوي زي ما قال إبراهيم ونقرأ الرسالة حقت الزوج. هذه هي الرسالة حقت الزوجة. هو هنا صح, أنا يمكن ما ركزت عليها. في خيالاتي المتقلبة أرى تلك الديار سايلنت هيل. أعتقد هنا في غلط ترجمة. لقد تعهدت لي أن ترفقني إلى هناك مرة أخرى في يوم ما, لكن لم تفي بوعدك.
حسنا، أنا وحدي هناك الآن وفي مقامنا المخصوص أنتظرك. أوف، هذه كانت حق ضبط لي الموضوع، لأن أنا ما قريت الرسالة. لا ما قريتها أنا. للأسف أنا ما قريت الرسالة دي، فبسبب الطقوس الشيطانية والسحر والأشياء، المدينة بقدرة معينة وصلت الرسالة دي لجيمس. جيمس يروح للمدينة وتصير الأحداث. أوكي، فهو رجع على أساس يوفي بوعده لمرته. مشكورين. أي معلومات ممكن تضيفوها تحت في مكان التعليقات؟ أنا ما أشوف إنه أحد حرق، بس إنه ها هي المعلومات اللي وصلتنا. أوكي، خلينا الحين ننطلق. And let's finish. أوكي، مغلق. Alrighty. Cutscene. Maria? Maria? I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all. Oh! Silly. But the thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chases to the elevator and معناها البنت دي في ذهنه. هذه تمثل مرته على ما اعتقد. اوكي، تمثل مرته هذه. Just before. Don't you remember? James, honey. Did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. شريط عملوه في فندق. I wonder if it's still there. How do you know about that? لأنها مرته. Aren't you Maria? I'm not your Mary. Oh. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. هي ما عندها إجابات، فأعتقد إنها في ذهنه. Doesn't matter who I am. ما أدري إذا خان أو إنها مرته، بس مو شايفها إنها مرته. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to. I'll come back, I promise. طب ماريا تمثل مين؟ ما اوكي، خلينا نقول انها مرته على اساس ما نلخبط ونضيع الاحداث. It's odd. طالب انها حية، معناها اجان هو بيتخيلها. اوكي. اها، احنا حنطلع من هناك. اوكي، نيفر مايند الان. خلينا نشوف كيف نوصل لها دحين. ماريا. لغز جديد. لغز جديد. اوكي، يلا نشوف اللغز هذا. اوكي، في مربع وفي علامة المستطيل مع علامة الصليب. اها، شوف علامة الصليب هنا وعلامة الصليب اللي في الباب. اوكي، لحظة دقيقة.
في باب ورانا مقفل. Let's see. هنقعد نلفها كل مرة حتى نروح لمكان. طيب راح أحاول ألعب بسرعة بحيث أنه ألحق أنزل حلقة. هذا إذا قدرنا نلحق. في باب هنا، في باب هنا، في باب هنا. أوكي I'm assuming حنروح لثلاث أماكن مختلفة. So let's see. وين حنروح؟ Let's just go. كمل. اوكي طيب نحفظ ونرجع. في عندنا قطعة غريبة اللي هي هذه. اوكي شكله يبغى له حاجة وقطعة. وبعدين في عندنا بوابة. المكان اللي جينا منه في بوابة العكس من هناك، بس خلينا ندخل للأقرب منها مرة واحدة عشان ما أضيع نفسي. يلا ندخل لذي. حلو، محتاجين رصاصات، محتاجين أشياء. نايس. أوكي هنا حنحتاج مفتاح. وين إحنا بالضبط؟ أوكي يلا Let's continue my friend. شرشر. هناك هذا اللي تحت في الأرض. أيوه غثيث. حلو. لوف. أوه إيش هذا؟ حلو روح 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 طيب. يكون في شيء مخبى ورا الشيء ذا. أوكي. ما حنقدر. ذاك حيزعجنا يا اخي. يا روح اي هذا. يا الله عليه. وين المفروض نروح؟ كمل 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 كمل. مقفل مقفل. اوه مقفل. هيا خذ لك. خلينا ندور بشكل سريع للمكان. نطينا في عربية وفي أدراج. Let's just do it pretty quick. طيب أخذنا كل حاجة. الآن هذه حندفها على وين؟ على وين؟ على هناك. أوكي يلا حلو يلا Let's go Let's go. حلو ندور المكان. هندخل جوا.
شكلنا هندخل على جو. And it ain't a good idea. أخذ له حاجة. أخذنا قطعة. ما هذه القطعة؟ Lighter fuel. أوكي. غاز ولاعة. طيب. حلو. خلصنا من هنا يعني؟ أوكي. عمل صح. طيب حنرجع تاني. يلا. طيب من وين حنطلع؟ كيف حنطلع؟ آها كويس كويس. هذا المكان اللي حاول تطلع منه بس كان مسدود. أوكي طيب. طولي أول يمين وندخل للباب. مقفل. أنا ما دخلت هنا. What? I'm very confused. Never mind. طيب خرجنا من هنا. خلينا نشوف دحين الجهة الثانية. يلا. أوه شوف هذا تحت. يا الله. روح 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 روح. نمشي على الدم ولا نمشي؟ شوف هذا الدم. اسحب اسحب اسحب. ها خرجت انا. طيب هذا الباب مش مفيد ابدا. اي شوف ما سوينا اي حاجه. طيب خلينا نروح للي جنب الحفظ هذه. اوكي يلا نروح لقدام. مقفل هنا. حلو. أهم شيء ننتبه ننتبه. أوه. يا الله غثيث غثيث غثيث. حلو. رجعت تاني. لا أنا اللي مو فاهم المكان كويس. اوكي معناها يبغالي اكمل ادخل من اي. شوف خرج من نفس الباب هذا من هنا. اها اوكي حلو 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 حلو. That's beautiful. That's beautiful. اي يا اخوي بالله. يبغالنا الرصاصات يبغالنا الرصاصات يا اخوان يبغالنا الرصاصات. شيء نفتح هذا فكل لنا. وين وين انا موجود؟ اها حلو. اذا بنرجع اوكي. طيب في شيء هنا حيكون. خش 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 خش. Just go Mr. James. Just go. حلو. اوكي. طيب دقيقة. بقي قطعة. بقي لنا قطعة. طيب. كذا خلصنا. طيب ايش الجهة اللي انا ما رحتها على كذا؟ خلصنا ذي الجهة. باقي الجهة يمكن اللي فوق هذيك. في جهة ما رحنا لها ما ادري ايش هي. بقي لحظة كيف اطلع دحين بسرعة؟ حنطلع. اوكي 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 كمل. روح اجري.
وين دخلت انا؟ هلو. اوكي. فاتح. هلو، مين هذا؟ بيوتيفول. حلو. مفتاح. نايس. مفتاح الحديدة. طيب هذا على وين بالضبط؟ I don't know, man. اوكي لحظة. حيكون شكله هذا الباب اللي هنا مقفل. طيب بس عشان نعرف مكان الباب وين. يمين في يسار. يمين في يسار. أو لا مش هذا. هذا باب ثاني. على وين؟ أوه هذاك اللي عليه خط. أوكي أوكي أوكي. خلاص بس عرف نعرف. يا الله. وين؟ لا. حلو حلو حلو. روح روح. اوكي يلا. اعتقد هذا الباب. يب. اوكي. بيوتيفول 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 بيوتيفول. حلو. هنا هو. حلو. هذه اعتقد باقي لنا ولاعة. اوكي خش 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 خش. دون بي شاي دون بي شاي. اوه مو قادر. طيب ليش مش قادر؟ لحظة. من هنا. اوكي يلا. Let's just go. Let's just do it. اوكي حلو. حلو. اوكي اوكي حيفرغ الموية. وبعدين حناخذ الشيء اللي داخل الحمام. اوكي. Alright. طيب حلو حلو حلو. طب المفروض دحين نقدر نركبهم. حلو. نايس. طيب المفروض دحين حنرجع. اوكي يا خلاص خلاص عرفت 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 عرفت. حنحرق هذيك الشيء. اوكي. يب هذه. اوكي يلا. Burn it. سوري. هل كذا معناها انه حرق جزء منه هو شخصيا؟ او شيء في ذاكرته maybe؟ شكلنا حننقز على جوا. حينقز. جيمس don't do it! اخ مان. وين حنروح؟ حننقز للاسف. طيب احفظ وارجع. كذا كملنا 32 دقيقة بالضبط. حلو. اوه رجعنا ثاني. اوكي 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 كويس 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 رجعنا ثاني. اها اوكي. اقفل الباب هذا. اوه طيب صح اللي انا عملتها اللي هي المثلث بالصليب اللي فوق. هذا المثلث اللي فوق هذا المثلث اللي تحت. اوكي هذه ما جربناها. يلا نروح لهذه. Alright let's go let's go. هذا مكان ثاني. حلو. اوه بوي.
هنا دخلنا يصير حتكون هذه. اوكي نحفظ ونرجع. انا الرصاصات عندي قليله فيه حنسحب على اوكي حنسحب نسحب 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 انا مالي فاضي ادخل احاربهم ذيلا. اوه في دخله من هنا في الباب حندخل من كذا. اوكي بس انا قاعد ادور عليش بالضبط الحين. That's what we're talking about. That's what we're talking about. حلو. That's what I'm talking about, my friend. That's what I'm talking about. حلو. ننزل على تحت قاعد ديهم. يلا لازم اعرف وين وجهته بالضبط لانه كذا حنضيع. يلا خلينا بس نخمنها كذا. سيبك من هذا الحين. طيب اسحب 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 يا فهد اسحب خليك منهم. اوكي انا شكلي قاعد الف نفس اوه اوكي 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 يلا يلا روح روح روح. كنت هنا؟ نيفر مايند خلينا بس دحين نمشي. اوكي. في هذا باب مقفل. اوكي اوكي اوكي. اوكي. سيبك سيبك سيبك. ها؟ وي اوف حلو زر 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 لان احنا جينا من السلم هذاك الثاني. بس انا قاعد ادور على ايش بالضبط انا من هنا. لا هذا مكان ثاني. مفتاح. طب كويس قلنا له مفتاح. لا يبدو انه مخصص ليكون لباب. ليكون مكان السلسلة. ايوه بالضبط. We're doing it. We are doing it. اوكي اوكي هنا صح. يب. Exactly exactly exactly. طب كده ماشيين كويس. كده ماشيين ايه. بس انا ما عندي رصاصات. ما عندي رصاصات. اسحب اسحب عليه كأنه مو موجود. حلو. طيب لحظة لحظة احنا حنروح على هنا. اوكي شكله حيدخل على مكان. طيب لحظة خلينا ندخل على هنا مؤقتا بعدين نرجع لفوق. alright انا كده خرجت. طيب حلو حلو لا خلينا نكمل دحين.
Let's continue the game and then just play as we are playing right now. Okay, yeah. هذا دخلنا وين؟ أوبو. حلو. Now where do we need to go? Oh boy. وين دخلنا هذا؟ يلا نسويها زي ما سويناها في ال... روح. أوه لا، هذا يبغان. What? دقيقة. What? حنروح لهنا أسفت. أنا اللي ملخبط. قفل. يا ورط أهلي دحين. كيف دحين؟ يلا. Let's just go. نحتاج قطعة هنا. وين مكانها هذي؟ أوه. طول يسار. ورجع ذاك ابو الراس. روح 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 يسار روح يسار روح يسار روح يسار روح يجي اصلي عليك هنا بسرعة 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 يا مخ يا مخ لا تتوتر روح روح طيب وين احنا الان؟ رحنا لمكان ثاني. اسحب اسحب على الجميع اسحب ما عندي رصاصات. Hey how you doing girl? How you doing? How you doing? هذا نسحب على الجميع. انا كاني مو رجعت صح؟ اسحب 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 روح 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 انا ايش اخذت؟ اخذت حاجه ذي لحظه لحظه انا ماني قادر. مفيد لقطع الاسلاك لقطع الاسلاك اسف. طيب معناها وين؟ ايوه هذه. اوكي كمل 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 بسرعه بسرعه روح 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 اسحب اسحب. اي اتحد 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 روح. طيب ليه انت بتتك يا ابني؟ شكلي دخلت مكان غلط. او لا 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 ماشي صح ماشي صح. روح 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 انا ماشي صح انا ماشي صح انا ماشي صح. روح اخر الشارع يسار يمين. والله تلعب متوتر. يمشي الموضوع يمشي. اي هذه 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 يبغالها بس روح. اوكي يلا انزل بس روح. هو موجود. موجود. انترستينج. هو مش قادر يدخل لي. هو ايش عامل جيمس؟ هو مسوي شيء بس وي دونت نو ايش سوى بالضبط. حلو. شكله حننزل كمان لتحت. يا الله منك يا جيمس. يلا يلا ليتس جو. جيمس والله انا قاعد العب لاني مره متاخر وانا مصر انه انزل يومي. انا عارف انه بعضك يقول لي لا تنزل يومي بس ايه معليش اني اذا قاعد العبها كاني سبيد رانر ولا حاجه. حلو يلا. رجعنا ثاني. Interesting. طيب احنا جربنا المثلث اللي فوق
يعني جربنا هذه في شيء مو مركب صح. هذا اللي سويته انا. ايوه هذا اللي انا ما بس بيقول لي غلط. ايوه شوف طلعنا على مكان غلط. هذه سويناها الا سوينا هذه. انا والله ماني متاكد من اي شيء دحين. ننزل لتحت. ايوه حلو صح. اوكي يلا. ايوه هذا اللي ما دخلت انا. هل هل مين يبغى؟ تغيرت الالوان. حلو ليتس جو ليتس جو. وانز تيست. اوه مش واثق فيهم هذين. حلو. وي نيد سم سبلايز اند سم ايتمز. في جدار هنا حنكسره. اوكي طيب يلا نكسر هذا الجدار. حلو. اوه انا كاني رجعت. حلو بيوتيفول. وين المفروض اروح؟ في بوابات. في بوابات. اي هذا باب مقفل مقفل. يا ولد اوبو. ماي جودنس. تعال تعال. طيب لازم ننتبه يا اخوان. لازم ننتبه يا اخوان من اللي عليهم حركات نذالة. حنسوي نفس الشيء. حنسوي نفس الشيء. نعمل نفس الشيء يا اخوان. شوف هذا الجدار. اوف. شوف حنعمل نفس الشيء. حلو. بيوتيفول. كان سحبت عليهم يا شيخ. الحين سووا نفس الشيء. روح 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 روح. انطلق 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 كذا. الان 53 minutes on the clock. هنعمل نفس الشيء. هنعمل نفس الشيء يا اخوان. هذا واحد. لا تقول لي حنواجه هذا. الله ياخذك.
المواجهة 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 وينك؟ أين أنت؟ أين أنت؟ وين الشيء؟ هذا هو شكلنا لازم نواجه هذا. حلو ايوه شوف كان لازم نواجه. وي حلو لحظة بدور على رصاصات ولا شيء. نايس طيب يلا نحفظ ونرجع. Let's go let's go. اوه ايوه حنرجع. من هذا؟ أوه! روح روح! روح! اللي هو راضي! روح! اسحب! أوه! القاضي جاء! اوكي روح 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 روح! روح يا ابني هذاك القاضي يبغى شيء من عنده. ايش هو؟ ما نعرف الى الان. 208 اوه رجعنا لها ثاني. اوكي كويس. وي ار باك ماريا. هذه العلامات اللي هو القمر ما اعرف ايش الشيء اللي كانت انا نسيتها. وشوف علامات الضربات عليها. ممكن جيمس عنف مرته؟ maybe. زي ما احنا عارفين الثيم انه أنجلا قتلت ابوها بسبب التعنيف يا. وكلهم جايين هنا لسبب فممكن يكون جيمس سوى شيء؟ maybe. شوف كيف؟ لا تقول لي جيمس عنف مرته. ممكن ما استبعد. اوكي يعني هو سوى شيء لمرته او احد اتعدى على مرته او حاجه زي كذا. Obviously لأنها كانت في قفص فكان في مكان هو ما يبغى يرجع له ثاني. فما أستبعد إذا هو اللي عنف مرته. وشوف كيف حتى نظرات الندم والحسرة وكذا. يعني هو اللي قتلها ولا في أحد قتل ماري؟ بس هذه ماريا. شوف ماري قال. وشوف التعنيف عليها وعلى يدها وكذا. I don't know. ما هي مش واضح. عندنا أسئلة مرة كثيرة يا أخوان. قفل نكمل الحين. نرجع ثاني مرة للمربع. المربع ثاني مرة. أوه لا مختفية. What's happening. أوه هذا السيف حق القاضي. That's interesting. هل معناها أنه خلاص القاضي انتهت مهمته أنه لازم يواجه شيء سواها في مرته؟ وبرضه مرته كانت في مستشفى. المستشفى شكله هندخل من ذاك الباب. مش راضي يفتح الخريطة. فكانت في مستشفى الحالات النفسية. ممكن كانت تأذي هي نفسها كمان. I don't know.
بس لسه احنا ما عندنا هذيك الاجابات يا اخوان، ما عندنا اجابات كثيرة. عشان كذا لما جاء القاضي من ورايا ففكت هذه. حلو 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 حلو. سيبه. اوكي خلاص نقدر نكمل دحين ونروح. Fascinating. طيب اللي ممكن استنتجناه انه ممكن جيم ضرب مرته maybe او حننزل ثاني. الى وين رايحين احنا؟ ايش مسوي يا جيمس؟ talk to me. طيب هذه is fascinating. طيب خلينا نقرأ دحين. شرب هذا المجرم كأس الشراب قبل أن ينفذ به الحكم، حكم الإعدام المحتوم، ثم استقر هنا إلى مثواه الأخير كأنما قد ألقي به غياهب النسيان and laid here to his eternal rest. Okay, the felon drank one last. مو واضح الاسم هنا. مريم، مكتوب مريم التريتر. مريم هذه جرينالا قصة، هذه مو كانت أخت أحد اللي كانت هي ضحية، بس مكتوب أنها تريتر خائنة ليه؟ أو ممكن أنا ملخبط. والتر سالفن اللي قلتوا لي إنه هذا مجرم في أحد الأجزاء. ما في. طيب دقيقة خلينا نحفظ وارجع. أوه لحظة. أنجلا أوروسكو. أنا ما أدري إذا اسمه الأخير أوروسكو، بس هل هم ميتين في العالم؟ اللي عارف إنه ما هم ميتين يعني. إيدي. إنترستينج. هذا قبر أنجلا. وهذا قبر إيدي. أحسنتي هذه لورا أعتقد هذه كمان. أوووو. جيمس. إخوان هم ميتين؟ بعدين ايش جاب قبورهم مع بعض؟ لاحظوا كل واحد ارتكب جريمة، قلتوا لي هذا كان مجرم، هذا جرين انه هو مجرم، وهذا قاتل. مظبوط؟ ومريم انا ناسي من هذه، جرينا لها قصة او شيء او عملت حاجة، وانا ملخبط. شوف كلهم مجرمين. مين هذا؟ رصاص، اوكي. في ثيم. هذه قتلت أبوها لأنه كان عنيف، هذا كان متهم أنه قتل وهارب من الشرطة. وجيمس ما أدري إيش سوى في مرته، بس أكيد سوى شيء. خلينا let's discover يعني إيش عمل هو. وعمل شيء بس ما إحنا عارفين what he did exactly. أوكي، نزل في قبره. في قبره. فما أدري إذا هو ميت وهم عايشين في عالم او انه شيء ثاني او لها معنى فكره انه ليش في قبور. بلاحظ فيه انه كل واحد قتل احد او سوى شيء او عمل جريمه، خلينا نقول جريمه يعني. فجيمس عمل شيء، ايش؟ الى الان ما في شيء واضح. اوكي، انترستينج. ما حنعرف ايش مسوين هذينا. أبوي طولنا زي السلم هذاك. أوكي وصلنا لآخر الباب. مشهد. أوه إيدي. طبعا وضحتوا لي أنتوا فكرة إنه إيه. إنترستينج. الحين نعرف قصة إيدي. إيدي. هاي جيمس. Doing. What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit! You make me sick. You're gonna cry, fat ass. You're gonna run to your mama. Okay, هذا skin. Why don't you just kill yourself? ضحية تنمر. ضحية تنمر. فيكون قتل واحد تنمر عليه. ما استبعد. لأنه نفس الشخص اللي برضو شفناه. Maybe he was right. Maybe he was right. Nothing but a fat, disgusting piece of shit. ضحية تنمر. It doesn't matter if you're smart, dumb,
ugly, pretty, it's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. شكله هذا تنمر عليه وقتله وهرب من الشرطة. اوكي ما عشان كذا قصة الشرطة ايش كان لها علاقة؟ You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want. Shut up. You think I'm stupid? You think I don't see it? But you've been laughing at me all زي أنجلا بيتهموا جيمس. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? آه، شايفين كيف؟ متأثرين. واحدة كانت معنفة، هذا صار له تنمر. بس إيش قصة جيم ولورا؟ Don't get all holy on me, James. This town called you too. أوه، شفت كيف؟ You're the same. شايف؟ You're not like other people. Don't you know that? نفس ما أكدت أنجلا. أوكي. Well, you're about to find out. You are about to find out. Find out what? أيوة معناها المدينة بتجيب كل اللي عندهم مشاكل، اللي يعاني من التنمر، اللي قتل، اللي فقد حبيبته يمكن، أو فالثيم بدأ يكون متكرر. أوكي هذا ممكن يتنمر عليه وقتله قبل ما تستدعيه المدينة. وأعتقد طالما إنه زي ما قال لنا أحمد إنه في ثيم شيطاني في المدينة، فبتستدعي الناس اللي عندهم ضعف فيهم أو شيء في نفسهم، فسهل إنك أنت تجيبهم هنا. يلا. What is that? Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on. آه شو؟ Yeah, I ran away after I killed that dog. شوف هرب. You know what? Yes, yes. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. And now it's your turn, James. Oh! Roar, 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 roar. Huh? Oof! Oof! هذا بي. إيش يبغى هذا؟ عرفت شكله قتل المتنمر وبعدين ارتبط وصارت عنده مشكلة، صار يبغى يقتل، صار يستمتع بهذا الشيء. maybe هو السيرتن لضحية التنمر 100%. وينه هذا؟ come on James don't be shy. هذا يبغاله، اي يبغاله بهذه. هو هذا لا يكون ضد الرصاصات ولا شيء. حلو 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 حلو. المشكلة أنا كده خلصت رصاصات. اوف. أو لا 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 عندي عندي عندي. And then you'll just curl up and die. And it's gonna feel great. Just like before. هو هذا مريض. بس هو ليه بيهجم على جيمس؟ ليه يكون جنن هذا وال واو والله مرة تجنن. تعال طيب وينك؟ حلو. هو ليه يبغى يقتله يعني؟ أنا مش فاهم يعني. اوف
خلص الرصاصات كده يهو. مات جي شو اسمه ادي انترستينج. هذه معناها يمكن الشيطان تلاعب فيهم وما اعرف ايش، او انه هو قتل للاول مره بسبب التنمر وبعدين صار مشتهي مساله القتل. ما القتل ميبي اي ثينك. وشوف حتى رده فعله غريبه جيمس، يعني مو انه متردد وخائف، يعني حاسس انه كاني سويت الشيء ده قبل كده. شوف وجهه كيف غريبة، ما هو كأنه خايف ولا حاجة. That's very interesting. أو ما بقرأ فيها مرة كثير أنا يعني. فتحت الآن. Okay, where we need to go. أخيراً رحنا للصباح يا ولد. لحظة بس ندور. رايت بحيرة. خلينا ندور بس. مات صاحبنا ادي. اوكي خلينا نكمل. اوب نوب 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 نوب. اوكي نحفظ ونرجع. بحيرة تولوكا مدري. هذه البحيرة اللي احنا قرينا عنها في شو اسمه في احد الكتب. كل ما تقلع سفن ولا حاجة من هنا يختفوا الناس. صارت في عام 1916 و 1939 على ما أعتقد. فأي ثينك إنه إحنا كأنه بيصير معانا نفس الشيء وحنختفي كمان أو شيء maybe. طيب L1 لليسار، L مدري ايش باستمرار مع بعض. اوكي يلا التجديف. شكلنا حنروح للضوء هذا اللي هناك. طيب هذا اللي احنا نعرفه فور فاكت، الناس بتختفي في دي البحيره. شايفين احنا الضباب، ف في حاجه غريبه هنا. أنا كده الآن كملت ساعة وربع بس بحاول أحفظ ونوقف خلاص. I believe إنه ما بقي شيء خلاص. أنا على أساس إنها 16 ساعة اللعبة فنحاول إيه maybe نكون إحنا مختمين. أيوه أخيرا. Alright أخيرا. That's nice. هم ليه بيختفوا الناس طيب في البحيرة هذه؟ في خريطة. بقي بلف في المكان بشكل سريع جدا ونشوف المكان. حلو. حديقة فندق بحيرة فيو. ليك فيو. ليكو فيو. هنا ملخبطين في الترجمة. هو ليك فيو. اوكي. فهم اللي مو كاتبينها كويس. إيجار مراكب بحيرة ليك فيو، في خطأ هنا كاتبينه. عش لحظات لا تنسى مع على ضفاف بحيرة تولوكا. هذه المياه ستمنحك السكينة والطمأنينة. اوكي في شيء غريب في ذي البحيرة. لحظة انا بس ابغى الف يا جماعة الخير، او ممكن اطلع من هنا كمان.
انترستينج. طيب بس خلينا نلف احنا في alright. مكان هذا غريب. مكان غريب جدا. حديقة. نعرف انه هو ومرته كانوا يحبوا يروحوا للحديقة في البارك. تكلموا كثير عن هذا الشيء. اوكي. معناها تقابل هو ومرته هنا. لحظة بروح الجهة الثانية. Interesting. This place hasn't changed in 3 years, Gan. طيب. معناها هو ومرته كانوا يجوا لذا المكان. أو كانوا يأجزوا هنا. طيب خلينا نقرأ الشيء هذا. وحيدا من المشرق خارج أمان الماء. الآن ضائع بلا نفس. قصده السمك اللي طالع. اوكي. Interesting. اوكي. احنا في فندق Lakeview Hotel. Interesting. لحظة قبل ما نروح للفندق. What is this? اقفل هذا القسم من الحديقة للصيانة. نعتذر عن الازعاج. اوكي. للأسف. نوب. مفيش. هذا باب مفتوح بس قبل ما ادخل ابغى اشيك. في موسيقى اشتغلت. فندق جميل جدا. يبغى لنا اجازه في مكان زي كذا يا ولد. Special places spark fires. اوكي. الاماكن السبيشال طبعا تشعل نار. That warm our hearts forever. اوكي. اللي يعطي الطمانينه واللي يسخن القلب ولا حاجه زي كذا. اتمنى تكون وصلت الفكره. Interesting. God damn. اوف. في ممكن ننزل لتحت. هذه الخريطة. اوكي هذا الطابق. ماري. وات؟ فندق ليك فيو الطابق الثالث. اوكي لحظة. اوكي هذه الخريطة كلها. اوكي. والثاني. والثالث. اي لا هذه يبغى لها حلقة سيبريت اذروايز. بس ابغى اشيك ايش في تحت. انا نزلت على وين؟ نزلت لقبو. اوكي ليتس تشيك. بشوف لي نقطة حفظ وبعدين ايه؟ نوقف خلاص. بس ابغى اشيك هنا بشكل سريع. غرفة الستاف. طيب شايف الرسالة. خلينا نقرا الرسالة بشكل سريع. ملاحظة للموظفين، يرجى منكم التأكد من تنظيف المدفأة في قاعة المؤتمرات. حلو. أمشور إنه حيأشر. طيب وين قاعة المؤتمرات؟ أوكي قاعة الاجتماعات. أوكي هنا اللي مترجم ملخبط أمها. شكلي حشيل الترجمة أنا يا أخوان. ها حلو في مكان هنا. اعتقد انه خلاص ما نحتاج نرجع ثاني هنا ولا شيء. يب يب. طيب خلينا نشوف اذا في نقطة حفظ. قفل. اها نايس. هذا نقطة حفظ. بيوتيفول. في مفتاح هنا. ميوزك بوكس. حلو. ومفتاح 312. مفتاح الغرفة 312 ومفتاح الزخرة. اوكي. مظبوط. قفل. في رسالة هنا. خلينا نقرأ الرسالة هذه بشكل سريع. أيها السيد جاي. كأنهم عارفين أنه جاي. فيما يتعلق بالشريط المرئي الذي تركته في مهجعك خلال إقامتك السالفة أو السابقة وكذا. الشريط اللي تكلمت عليها ماريا أنه صوروا شيء. يسرني أن أزف إليك نبأ استردادنا لذلك العنصر الثمين، وقد تم نقله إلى قسم العاملين في الطابق الأول. إن الشريط محفوظ في خزينة الفندق ليعاد إليك في أقرب فرصة تناسبك. مذكرة موظف وعلى خير. طيب إحنا في الدور الأول. إحنا في الدور الأول. أوكي شكله هنا قسم الموظفين ده اللي هنا. أوكي حلو.
طيب نحفظ ونرجع. Alright, ladies and gentlemen, راح أوقف اللعبة هنا. أها هذا هو الصندوق الموسيقي. دقيقة لحظة. كذا فكينا. هذا شكله اللغز. ياه معناها حندور على الثلاثة قطع وحنشوفهم في الثلاثة الأدوار وفي والله ما لي نفسي أوقف بس يعني الواحد إيه لازم خلاص. You have no other choice. أوكي خلاص نصور حلقة separate. I believe إذا 16 ساعة اللعبة فمعناها إحنا خلاص واصلين في النهاية. فممكن الحلقة الجاية تكون الحلقة الأخيرة. We'll see. And hopefully نشوف إنه في تويست أو في حاجة يمكن راحت علي maybe. الكافيه. أوه والله أنا هو الفضول اللي الذابح بس لا لا خلاص خليه في الحلقة الجاية. Ladies and gentlemen, أتمنى كانت حلقة ممتعة. أي تفاصيل ممكن تكون راحت علينا دائما اكتبوها تحت مكان التعليقات. ومعليش إذا لعبت الحلقة دي بسرعة بس على أساس إنه ألحق وما أعتقد حتنزل on time فبس إنه حلحق نزلها. Ladies and gentlemen, أنا فهد سال أشوفكم إن شاء الله على خير. Peace out.